السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله دائما سرمدا لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل في محكم تنزيله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عباد الله هنيئا لكم مجلسا من مجالس ذكر الله عز وجل وروضة من رياض الجنة جمعنا الله كما نحن الآن في جنان الخلد مع سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله وسلم وبارك عليه أحباب رسول الله هذا الأسبوع ربما تعلن نتائج الثانوية العامة التوجيه ولقد ارتأيت أن أتحدث عن الفرح بالنجاح بالجملة وكيف يطلب منا الإسلام
أن نتعامل مع النجاح. فنحن أمة كما قلنا في عيد الفطر، أمة الفرح فيها عبادة، لذلك شرع الله لنا العيد بعد كل عبادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فنحن نفرح لأننا على طاعة الله عز وجل، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. يفرح المؤمن بالطاعة ويفرح بالإنجاز. لكن ماذا عن الفرح الذي نحن مقدمون عليه؟ كيف يمكن أن نتعامل معه كطلاب نجحوا وكأهال يتعاملون مع هذا النجاح؟ خطبة اليوم بعنوان: أربع افعل وأربع لا تفعل عند النجاح. أربع افعل وأربع لا تفعل عند النجاح. ولقد جعلتها لكم تأخذونها إن شاء الله على باب المسجد، هذه الخطوات الأربع، حتى نتذكر. وأنا أرجو أن نعود إلى منازلنا فنتذكر هذه الخطب كي ننقلها للآخرين، فيعم الخير على الجميع، نستفيد منها، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. والذين لا يحصلون على نسخة، لأن النسخ محدودة، يمكن الدخول إلى صفحة دكتور عبد الفتاح السمان، يمكن أن تحملها وتنزلها من هناك فتنشرها وتوزعها. ما هي الأربعة التي يجب أن نفعلها والأربعة التي يجب أن لا نفعلها؟ أولاً، عند الفرح تواضع لا تتكبر. تواضع لا تتكبر. للأسف بعض الطلاب الذين ينجحون في الثانوية العامة يظنون أنهم بقدراتهم وبذكائهم وبفطنتهم حصلوا على ما حصلوا من الشهادات ومن الدرجات، فيبدأون بالتكبر على بعض زملائهم، فهو قد فاز وغيره لم يفز. لذلك يجب علينا أن نتنبه أن أول من استخدم هذا الأسلوب هو إبليس، عندما قال: أنا خير منه. وعندما قال هابيل لأخيه في موقف تحريضي، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فاليوم الطالب الذي يتصل بزميله أو يخبر أقرانه: أنا نجحت، أنت لم تنجح، أنت ماذا تفعل؟ أنت تثير الضغينة، أنت تثير الحقد، الحسد. وكذلك بعض الأهل للأسف يتفاخر أن ولده نجح. أنت ولدك نجح، الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنت تفرح بفضل الله وكرم الله عز وجل، لكن أن نتكبر على أولئك الذين لم ينجحوا، أو أن نعيرهم برسوبهم، أو أن نعير عائلاتهم، هذا التكبر ربما يؤدي بابنك إلى سوء لا تحمد عقباه. لذلك أنبه إلى فرض غائب، وبإذن الله إذا أكرمنا الله والتقينا في خطب متعددة سنتحدث عن الفرائض المهملة عند بعض المسلمين. هناك فرائض مهملة، منها: فأردت أن أعيبها. أرجو التنبه أيها السادة، لديك ولد نجح، فتاة نجحت، لديك عقارات، لديك أموال، لديك سيارة جديدة، لديك فيلا فاخرة، تجارة رابحة، يعلمنا القرآن: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ما هو هذا الحكم؟ ما هو هذا التصور؟ لا تظهر للناس كل ما لديك، محاسن كل ما لديك. ابني والله زكي، ليس فقط في الثانوية العامة حصل على 98%، أيضا هو بارع في القرآن، أيضا صوته جميل، أيضا شكله جميل. أنت تثير الحسد، أنت تثير الحقد بين إقرانه وبين إخوته. لذلك لا تقصص رؤياك على إخوتك، على إخوتك، فا
فيكيد لك كيدا. على إخوتك لا تتفاخر بهذا النجاح، على أقرانه وعلى زملائه وعلى أبناء عمومته. لا تخبر أخوك والله أنا أولادي ما شاء الله كلهم في المرتبة العليا. طب ماذا يعني أن أولادك في المرتبة السفلى؟ أنا أولادي أزكياء. طب تعالوا الآن نقرر، هل هذا الطالب نجح بقدراته؟ اليوم أنا أعمل في مجال النمذجة السلوكية، كل الدراسات تثبت أن عندما ينجح الإنسان هناك أكثر من 70% لا علاقة له بهذا النجاح. هناك مورثات أخذها من والديه، نسب ذكاء متفاوتة، طبيعة بشرية متنوعة. يعني اليوم على في مجال القرآن الكريم بعض الناس الذين يسمون بالسمعيين قادرون على حفظ القرآن أكثر من الناس البصريين، هذه جبلة جبلوا عليها، يصلحون للتحليل الطرف الآخر أكثر من الاستماع. لذلك تجد طالبا يتقن حفظ الشعر ويتقن حفظ النصوص ولكنه في الرياضيات لا يستطيع حل مسألة أو مسألتين. على العكس تجد طالبا متفوقا، وهذا ما يسمى بالذكاءات المتعددة. إذن هناك عوامل وراثية أدت إلى هذا النجاح. طالب هيئ له أن يدرس بشكل جيد، هناك عائلات تدفع العشرات من الدنانير على الدروس الخصوصية، فلا تتفاخر. انظر ماذا فعل والداك، انظر إلى ما منحك الله عز وجل من قدرات فطرية جعلتك تصل إلى هذه المرحلة. لذلك أول نصيحة، تواضع لا تتكبر. النصيحة الثانية التي يعلمنا إياها القرآن، افرح لكن لا تمرح. افرح لكن لا تمرح. ما الفرق بين الفرح والمرح؟ القرآن يقول لنا ولا تمشي في الأرض مرحا، على لسان سيدنا لقمان وكررت في سورة الإسراء، لا تمشي في الأرض مرحا. ما الفرق بين الفرح والمرح؟ الله عز وجل أمرنا أن نفرح بفضل الله عز وجل، ولكنه لم يأمرنا بالمرح الذي هو التغالي في الفرح والتعالي على الناس. لذلك بعض الشباب للأسف، وتشاهدون ذلك عندما تظهر النتائج، يبدأ يسير في الشوارع طولا وعرضا وهو يريد أن يخرق الأرض أو يخرق الجبال طولا، يخرج من السيارة يعلن الفرحة، ربما يستخدم وسائل إطلاق النار، ربما يزعج الناس وخاصة في الليل، يسرع في السيارة ويريد أن يخرق الأرض وهو يريد أن يمشي في الأرض مرحا. اليوم إذا علمت أن هذا الفضل إنما هو من الله عز وجل، أولا كما قلت علميا 70% ليس لك دور في ذلك. هذه المهارات تجدونها موجودة. قبل يومين أو ثلاثة كانت هناك المسابقة النهائية لحفاظ القرآن الكريم في قطر، شاب طفل 10 سنوات أو 11 عاما تفوق على لجنة التحكيم جميعا في حفظ القرآن، على لجنة التحكيم وفيها أكابر الحفاظ، يحفظ القرآن الكريم بالأرقام، يسألونه اقرأ الصفحة 230، يقول أول الصفحة كذا، في المنتصف كذا، في النهاية كذا، وهذه الصفحة على اليمين وهذه الصفحة على اليسار، طب اقرأ سطرا قبلها، يقرأ بالعكس، اقرأ 3 صفحات إلى الأمام يقرأ. هذه ذاكرة. لذلك تعلم أن هناك اختبارات للذاكرة كما يحدث في تعليمنا العربي للأسف، هذه اختبارات ذاكرة ليست اختبارات ذكاء. الذكاء عندما تقارن وتحلل، وهذا مجاله في الجامعة إن شاء الله، عندما تدخل في الجامعة وتصل إلى مرحلة الدكتوراه وتقارن بين الأبحاث بعضها ببعض، عندئذ أرنا الذكاء التحليلي الذي وصلت إليه. أما أن تكون حافظة وتتفاخر على الآخرين فهذا لا يمكن. إذن لا تمشي في الأرض مرحا. النصيحة الثالثة، اشكر ولا تكفر. ما معنى اشكر ولا تكفر؟ الله عز وجل يعلمنا أن اشكر لي ولوالديك. لا تنسى هذا الفضل. اليوم لولا أن هناك الوالد والوالدة اللذان دفعا من وقتهما ومن مالهما ليعيناك على هذا التعليم ما وصلت إلى هذا العلم.
وإذا أردت أن تعرف هذا النعمة انظر إلى الذين يعيشون في المخيمات وكيف يعيشون وكيف يدرسون. إذا كان هناك من يفتخر يفتخر أولئك اليتامى، أولئك الذين لا يجدون من يعينهم. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام بالمفاضلة بين الصحابة وبيننا وبين شباب الأمة اليوم قال لهم أجر 50 شهيد. يعني النبي يقول أجر الشاب اليوم، اليوم أنت أيها الشاب في مسجد الكالوت وفي مساجد الدنيا، النبي يقول لك لك أجر 50 شهيد. يستغرب الصحابة يقولون يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. السبب واضح، لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. اليوم الشاب الذي ينجح في العفة، ينجح في طعام المال الحلال، ينجح في الاختبارات وهو لا يملك مقومات ذلك ولا يجد من يعينه، هو أفضل بعشرات المرات بخمسين مرة عن هذا الشاب الذي يملك هذه المقومات. فهنيئا لهذا الشاب الذي يكافح ويناضل في سبيل ذلك. ختاما نصيحة للأهل، امدح ولكن لا تقارن، امدح ولكن لا تقارن. يعني لا تأتي تقول والله يا سعيد أنت أخوك محمد كان أفضل منك، أنت يا ليلى أفضل من سعاد، فلاني بن جيراننا أفضل من فلاني. هذا الكلام للوالدين وللمعلمين. يعني في شغلة دعونا نتحدث عنها بصراحة، نظام أول ثاني ثالث أو العشرة الأوائل، هذا النظام لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام. ما في عندنا شيء اسمه أول وثاني وثالث. النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام من قرأ القدرات بين الناس. يعني اليوم الأم نحن شاب، هذا الأول، هذا الأول في التوجيه لأنه حفظ أكثر، لأن عنده ذاكرة أقوى. لكن هناك شاب آخر يعمل ليل نهار ليحضر لقمة العيش لأهله. هناك شاب استعف عن الحرام ربما يكون بمنزلة أعلى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الموجه الأول يعلم الآباء ويعلم الأمهات ويعلم المعلمين. لا تقل هذا أول وهذا ثاني، لأن العقل ينصرف إذا قلت فلان أول يعني ليس هناك ثاني، الثاني خارج اللعب، الثاني آخر واحد. يعني اليوم من يتابع كرة القدم يعلم أن الأول في كأس العالم هذه الدولة، من الثانية لا يعلم، خلص أول والباقي كله صفر. هناك عقلية صفر مية، إما أن تكون الأول وإما أن تكون لا شيء. لكن تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع أصحابه في نجاحاتهم. لم يقل فلان هو الأول. عندما يسأل عن أصحابه يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في الله عمر. ينظر إلى الخصيصة التي هي موجودة في هذا الإنسان. لديك ولد ماهر في الأعمال الميكانيكية، ولد آخر في أعمال الكمبيوتر، الفتاة ماهرة في الشعر، في الكتابة، في الأدب، الثالث في عمل ما. امدح كل إنسان بما فيه من خصيصة خيرة. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم في الله عمر، أكثرهم حياء عثمان، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أقرأهم أبي، أعلمهم بالفرائض زيد، أشجعهم خالد. وهكذا يجد النبي عليه الصلاة والسلام صفة مميزة لكل فرد حتى يتساوى الجميع بالنجاح. لأننا لا نريد أن ينجح شباب يفرحون وأناس ينغص عليهم، يتحسرون على أبنائهم على أولادهم، ربما يعاتب الله فيما بينه وبين نفسه، لماذا لم تجعل ولدي مثل هذا، لماذا لم تجعل والدي مثل هذا. حتى نخرج من ذلك تذكروا ونتذكر جميعا، اعمدوا إلى هذه القاعدة، أن الله عز وجل أمرنا أن أردت أن أعيبها. لا تذكر كل المحاسن، لا تذكر كل شيء، اجعل شيئا ناقصا. يعني اليوم عندك فيلا رائعة يا أخي، اترك شيء مطفي، ضوء مطفي، باب لا تكمل إنهاءه، سيارة لا تجعلها كاملة 100%، لا تتحدث عن أبنائك في كل شيء، والله ابني نجح الحمد لله بس والله تعذبنا كثير وما بنعرف يعني يمكن ما ينجح بالمواد الثانية. تحدث عن أي شيء، فأردت أن أعيبها
كي لا يحسده الناس، كي لا تظهر في عينه، كي لا تخلق العداوات. هذه نفوس، ونفوس لا نعلم كيف تفكر وكيف تتعامل. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك لكل الناجحين بإذن الله عز وجل، وأن يعين الذين لم يحصلوا على نصيحة على نصيب من النجاح أن يسارعوا للإقبال، فهي فرص وهي أقدار من الله عز وجل وهي إعانات. نسأل الله الفرح والنجاح للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى. إذن أيها الإخوة، أربع كلمات لنتعامل مع النجاح: تواضع، لا تتكبر، افرح لكن لا تمرح، اشكر لله ولوالديك ولا تكفر، وختاما للوالدين امدح ولا تقارن. بقي مثال واحد: بعض الناس كما قلت يظن أن النجاح كان بقدرته وبعطائه، لكن هناك مثال دائما ما يطرحه دكتورنا العلامة الدكتور نارتي بن نابلسي عن موضوع النجاح الذي يشعر فيه الإنسان، فيضرب لذلك مثال بالمزارع. المزارع الذي يزرع على سبيل المثال التفاح، فهو يقول لك: أنا أريد دينار ونص، دينارين، حق كيلو التفاح. هل دينارين هم قيمة التفاح فعلا؟ يعني اليوم لو الكرة الأرضية كلها بكل علمائها، هل يستطيعون صنع تفاحة؟ من الذي أوجد البذرة؟ من الذي أوجد الشجرة؟ من الذي أرسل الماء؟ من الذي أوجد قوة الإنبات؟ من الذي جعلها تظهر؟ من الذي شكلها وصنعها وخلقها؟ ما الذي نأخذه؟ دينارين قيمة ماذا؟ كما يقول هذا قيمة جمع التفاح فقط. يعني الله يخلق البذرة وينبتها، وعندما تصبح يانعة حتى إذا تكاسلت تسقط لوحدها، أنت فقط بتأخذ أجرة اللم، جمع التفاح فقط. إذن أنت ماذا صنعت حتى تعلم أن كل شيء إنما هو بقدر الله وبكرم الله عز وجل؟ لذلك عندما تصل إلى النجاح افعل كما فعل سيدنا رسول الله عندما دخل مكة فاتحا، طأطأ رأسه هكذا وهو يستشعر عظمة الله عز وجل، أنه لولا فضل الله ما وصل إلى ما وصل إليه. فاذكر الله عز وجل ولا تتكبر على زملائك، واشكر الله وأعنهم وقل له: أنا سأعينك إذا أردت أي مساعدة، هناك فرص ثانية. وسيكون لنا حديث مطول بإذن الله عن هذا الموضوع بين قابيل وهابيل في خطب قادمة. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا ويزيدنا من نعمائه وفضله، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض، نلقاك وأنت راض عنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أكرم أبناءنا بالنجاح، وعلمهم حب التواضع وترك الخيلاء يا أرحم الراحمين. واجزي كل والد ووالدة عما صنعت في سبيل أبنائها، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم، هدية إلى سيدنا محمد. اللهم أعز الإسلام بهؤلاء الأبناء البررة الناجحين، اللهم اجعلهم رسل سلام وخير لبلدهم وأمتهم ودينهم يا أرحم الراحمين. وفرح قلوب آبائهم بهم، واجعلهم طاعة بررة لهؤلاء الذين تعبوا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ملك البلاد اجعل له كل خير ورشاد وسؤدد يا أكرم الأكرمين، ومثل ذلك لجميع حكام العرب والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للسادة الحاضرين ووالديهم، اللهم اغفر للسادة الحاضرين وذراريهم، ولكل من دخل إلى هذا المكان، وللناظر إليه بإحسان، ولمنشئ هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا سدوا الخلل أتموا صفوفكم وجهوا قلوبكم إلى الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.